قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي. بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن اجدبوا بالري للصادي. بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالدرغامة العادي. ولا تزل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي. إذن هذا الرجل اعتنى بهذا الأسير، اعتنى به، ثم لم يضيق عليه إلا بعد أن وصلت الأخبار من الأندلس أن ابن له يدعى عبد الجبار قد قام بالثورة في مدينة أركوش، وجمع حواليه عدد من الناس وبدأ تجاوب معه معتمد بن عباد، بحيث أنه قيلت عنه أو رويت عنه أشعار فيها توقه من جديد إلى الملك وإلى السلطان، وأنه يريد أن تعود أيامه الماضية الخوالي إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إذن فهذا طبعا يبين على أن هذا فيه نوع من التزيد على يوسف بن تشافين، والذي تزيد وهو واضح إما الشعراء، وهم طبعا الشعراء معروفون يعني بانتصارهم للمعتمد بن العباد، وإما بعض الأدباء، وإما الناس البعيدين تماما يعني كل البعد عن المغرب وعن السياق العام إلى غير ذلك. ثم شيء آخر وهو الأهم ربما من هذا الشيء كله، وهو أن جل الكتابات التي كتبت على المرابطين حول المرابطين كتبت في العصر الموحدي أو العصر المريني فيما بعد، وكان غرضها إبداء سوءات المرابطين والتنقيص منهم، ولا أدل على ذلك من ديماغوجيات ويعني إيديولوجية المهدي بن تومرت الذي سفه أحلام علماء المرابطين واتهمهم بالتجسيم واتهمهم بالنقص والقصور إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إذن كل هذا يبين ويظهر بأن المعتمد بن عباد لم يعامل معاملة الأسير من تلك الحكايات التي قيلت أن ابنته كانت تغزل الصوف عند النساء لكسب المعاش، أو أن ابنه عمل عند نافخ كير مثلا ليتعيش بذلك إلى آخره. هذا كلها ربما في نظري على كل حال تزيدات، وربما ينبغي مراجعة هذه الأمور، وأنا بحول الله تعالى إن أمد الله في العمر سأحاول أن أجمع شتات مختلف الآراء حول علاقة الرجلين، على كل حال محاولا أن أنصف على كل حال كلا من المعتمد من جهة ويوسف بن تشافين من جهة أخرى، لأن هذه طبعا نوع هذا فيه نوع من الشهادة، وشهادة ينبغي أن تكون عادلة أو على الأقل أن تكون محايدة، لا هذا ولا هذا. ولكن هذا الأسير السياسي الذي كان بجانبه أسير سياسي آخر اللي هو عبد الله بن بولقين، غير من الإنصاف على الأقل ما
ترك هذا الرجل من مناقشات وجدال حول علاقة يعني في علاقته مع يوسف بن شاهين لم تتركها علاقة عبد الله بن بولوجين الذي كان تقريبا يعني مماثلا له، كان حتى هو ملك، كان هو يعني وكتب ترك مذكرات إلى غير ذلك. فعلى أي حال هذه الأمور يعني كلها نستحضرها لإنصاف هذا الرجل معتمد بن عباد الذي ظل في أسره 4 سنوات من 484 حتى 488 حيث وفاه أجله ودفن بهذا المكان، هذا المقام الذي كان فيه، اللي هو يعني الآن بني عليه ضريح، لأنه كثرة زيارات كل من قدم إلى بلادي إلى مدينة مراكش إلا ويتردد ويسأل عن هذا الرجل ليتردد إلى زيارته. ومنهم يعني لسان الدين الخطيب المتوفى سنة 776 والذي زار مدينة مراكش وزار هذا الرجل وتوقف عنده وقال شعرا كما هو مسجل على هذه النقيشة التي تجد خلفي. على كل حال فمعتمد بن عباد يعني وضع له هذا الضريح، بني له هذا الضريح لما كثرت زيارات إلى آخره إلى آخره. اهتدى الحسن الثاني رحمه الله تعالى إلى بناء هذا الضريح سنة 1967 وجدد من جديد في سنة 2004 وهو الآن في طور أيضا الترميم والإصلاح ليتردد عليه الناس لزيارته ولتدبر بأن الملك لا يدوم وبأن الدائم هو الله تعالى. يعني أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن اجدبوا بالري للصادي، بالطاعن الدار بالرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالدرغامة العادي، بالدهر في نقم بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم بالصدر في النادي، نعم هو الحق حاباني به قدر، من السماء فوافاني لميعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أعوادي، كفاك فارفق بما استودعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رعادي، يبكي أخاه الذي غيبت وابله تحت الصفيح بدمع رائح غاذي، حتى يجودك دمع الطل منهمرا من أعين الزهر لم تبخل بإسعادي، ولا تزل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي.